بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيك يا سنه سته في درس جديد في تحضير الغازات. والنهارده هنحضر غاز جديد، هو مين؟ غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى انا النهارده هتكلم عن غاز ثاني اكسيد الكربون، هنعرف ازاي بنحضره وموجود فين وكل حاجه. طيب تعال بقى نشوف. انا دلوقتي عندي سؤال بيسال، بيقولي ما هي منافع واضرار غاز ثاني اكسيد الكربون؟ غاز ثاني اكسيد الكربون بينفعني في ايه وبيضرني في ايه؟ طبعا احنا عارفين من الدرس اللي فات ان غاز ثاني اكسيد الكربون ده مهم جدا جدا للنبات، عشان بيستخدمه في عمليه البناء الضوئي. يبقى انا عندي غاز ثاني اكسيد الكربون، اول حاجه المنافع بنتكلم عنها ان انا بستخدمه في عمليه البناء الضوئي. طيب غاز ثاني اكسيد الكربون يا ترى بيضرني ولا ما بيضرنيش؟ طبعا بيضرني، لان نسبه ثاني اكسيد الكربون اما بتزيد هيعمل ايه؟ هيعمل على اختناق الكائنات الحيه، وكمان هيسبب ظاهره اسمها ظاهره الاحتباس الحراري. طب يعني ايه ظاهره الاحتباس الحراري؟ ظاهره الاحتباس الحراري هي ارتفاع درجه حراره الارض، ارتفاع درجه حراره الارض نتيجه زياده نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى ظاهره الاحتباس الحراري هي ارتفاع درجه حراره الارض نتيجه زياده نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى نعيد كمان مره، ثاني اكسيد الكربون ليه منافع؟ ايه هي المنافع ديت؟ ان النباتات الخضراء بتستخدمه في عملية البناء الضوئي. ايه هي اضراره؟ هيسبب اختناق الكائنات الحية، وهيسبب ظاهرة الاحتباس الحراري اللي بتسبب في ارتفاع درجة حرارة الارض. طيب تعال نشوف نسبة ثاني اكسيد الكربون ورمزه ايه. نسبة ثاني اكسيد الكربون دي نسبة ضئيلة جدا، هي 3 من 100%. يبقى نسبة ثاني اكسيد الكربون 3 من 100%. انا بقول لك اسمه ايه؟ اسمه ثاني اكسيد الكربون، فبرمز له بالرمز CO2، ثاني اكسيد الكربون ناتج من اتحاد ذرتين اكسجين مع ذره كربون. طبعا احنا عارفين ان الاكسجين رمزه O، كام ذره دولت؟ 2. يبقى ناتج من اتحاد ذرتين اكسجين مع ذره كربون، وده شكله، ادي ذره الكربون ودولت ذرتين، ادي ذره وادي ذره، دي ذرتين اكسجين، فبقول ادي سي ودي او ودي او، فهرمز له بالرمز CO2. وزي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، لو الذرات متشابهه بيبقى اسمه جزيء، الذرات مختلفه ده اكسجين وده كربون فهطلق عليه اسم مركب. انما الاكسجين كان رمزه O2، اكسجين لوحده O2 ذرات متشابهه، ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه جزيء. انما ده بقول عليه ايه؟ ده بقول عليه مركب، لان الذرات مختلفه. نسبه ثاني اكسيد الكربون نسبه قليله علشان ما تسببش احتباس حراري ولا اختناق الكائنات الحيه. طيب نسبه الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون ايه هي المصادر بتاعته؟ طبعا هو ناتج من عمليتين، ناتج من عمليه الاحتراق. طب احتراق مين؟ احتراق المواد العضويه. المواد العضويه زي الخشب، زي الفحم، زي الزيت، زي البنزين، زي التبغ، وده مهم جدا. التبغ ده هي المادة المستخدمة في صناعة السجائر. يبقى ثاني أكسيد الكربون ناتج من عملية الاحتراق. احتراق مين؟ احتراق مواد عضوية. مين المواد العضوية؟ الخشب، فحم، زيت، بنزين، والتبغ. طيب وإيه كمان؟ ممكن أقول احتراق الشمعة كمان، واحتراق الشمعة كمان. طب وإيه كمان؟ غاز ثاني اكسيد الكربون ده ناتج من عمليه التنفس. اما الانسان بيتنفس بينتج عنه غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى غاز الاكسجين خدناها قبل كده بستخدمه في التنفس والاحتراق، انما غاز ثاني اكسيد الكربون ناتج من عمليه التنفس والاحتراق. طب تعالى نشوف. في السنين الأخيرة لاحظت إن نسبة ثاني أكسيد الكربون، أنا قايلة لك إن نسبته كام؟ 3 من 100%. إنما بالنسبة دلوقتي ثاني أكسيد الكربون نسبته ابتدت تزيد. ليه نسبته ابتدت تزيد؟ طبعًا نسبته زادت ليه يا أولاد؟ ليه؟ لأنه بينتج من احتراق، احتراق المواد زي إيه كده؟ محطات الوقود، ومحركات وسائل النقل،
والمواصلات ده بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها ثاني اكسيد كربون. ايه كمان؟ بجانب تناقص المساحات الخضراء وازاله الغابات، ما بقاش فيه مساحات خضراء ولا فيه نباتات علشان تقوم بعمليه البناء الضوئي، فطبعا هو بينتج من عمليه البناء الضوئي ثاني اكسيد كربون، ما فيش مساحات خضراء فمش هيعمل بناء ضوئي، يبقى نسبه ثاني اكسيد الكربون زادت من ايه؟ زادت لزياده نسبه وسائل المواصلات، وايه كمان؟ وزياده المصانع اللي بتحرق المواد وبينتج عنها ثاني اكسيد كربون، وناتج عن ازاله الغابات والمساحات الخضراء. يبقى ليه نسبه ثاني اكسيد الكربون زادت؟ عشان زادت المنشات الصناعيه ووسائل المواصلات، فزادت العوادم الناتجه عنها وازاله المساحات الخضراء. تعالى دلوقتي هنحضر ثاني اكسيد الكربون. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحضر ثاني اكسيد الكربون. هنحضر ثاني اكسيد الكربون، عشان احضر ثاني اكسيد الكربون هجيب ايه؟ ده اسمه دورك زي ما احنا واخدين المره اللي فاتت، وده اسمه ايه؟ ده اسمه كومة له صنبور، ودي انبوبه، وده مخبار. لو لاحظنا المره دي ما عندناش حوض ولا عندنا ميه. هنشوف دلوقتي ليه احنا ما استخدمناش الحوض ولا استخدمنا الميه. عشان احضر ثاني اكسيد الكربون بستخدم ماده صلبه وماده سائله. الماده الصلبه اللي انا حطيتها تحت في الدورق دي اسمها ايه؟ اسمها كربونات الكالسيوم. يبقى بحط ماده صلبه في الدورق اسمها ايه؟ كربونات الكالسيوم. هنحط فوق في القمع هنا هنحط حمض هيدروكلوريك مخفف. هنحط حمض هيدروكلوريك مخفف، ده ماده سائله هحطها في القمع، وبعدين هبتدي افتح الصنبور هيبتدي تنزل معايا حمض الهيدروكلوريك المخفف، هينزل على كربونات الصوديوم. مجرد ما ينزل على كربونات الصوديوم هيحدث فوران. مجرد ما يحدث الفوران هيتكون غاز ثاني اكسيد الكربون اللي انا هلاقيه موجود عندي جوه المخبار. يبقى دلوقتي الغاز اللي موجود عندي جوه المخبار اسمه ثاني اكسيد الكربون. كمان مرة لتحضير ثاني اكسيد الكربون نستخدم كربونات الكالسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. مجرد ما ينزلوا على بعض هيحدث فوران. الفوران ده ناتج من التفاعل، مفيش حاجة هنا زي الاكسجين بتعمل كعامل مساعد، لا الاتنين بيدخلوا في التفاعل، ومجرد ما يحدث الفوران هينتج غاز ثاني اكسيد الكربون اللي انا هلاقيه موجود جوه الايه؟ جوه المخبار. غاز ثاني اكسيد الكربون ده لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال في الاكسجين. لو انا قربت شظيه مشتعله من المخبار هلاقيها بتزداد اشتعالا. هنا لو قربت شظيه مشتعله او عود ثقاب من المخبار هلاقي ايه؟ هلاقي انها بتنطفي، لان ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. غاز ثاني اكسيد الكربون ليه بعض الخواص. ايه هي الخواص بتاعته؟ رقم واحد عديم اللون والرائحه، انما كان الاكسجين عديم اللون والطعم والرائحه، ثاني اكسيد الكربون عديم اللون والرائحه. رقم اثنين اثقل من الهواء زيه زي الاكسجين، عشان كده بيجمع بازاحه الهواء الى اعلى. ليه بيجمع بازاحه الهواء الى اعلى؟ علل، لانه اثقل من الهواء. كمان بيدوب في الميه، عشان كده لو لاحظت انا لما جيت احضره ما استخدمتش الميه خالص، عشان كده لذلك لا يجمع بازاحه الماء. ايه كمان يا اولاد؟ لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، ولا بيشتعل ولا بيساعد على الاشتعال، عشان كده انا هستخدمه في ايه؟ هستخدمه في اطفاء الحرائق. وما يجي يقول لي علل يستخدم ثاني اكسيد الكربون في اطفاء الحرائق، اقول له لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. ايه كمان؟ لو انا حطيت شريط مغنيسيوم مشتعل ايه اللي هيحصل؟ هيتفاعل معي وهيكون اكسيد مغنيسيوم. انا عندي رمز ثاني اكسيد الكربون CO2، الاكسجين هو اللي هيتفاعل مع شريط المغنيسيوم وهيكون اكسيد مغنيسيوم، وهو ماده بيضاء. هيتفضل مين؟ هيتفضل الكربون، يترسب الكربون الاسود على جدار المخبار. يبقى اما بيتفاعل مع شريط المغنيسيوم هيعطي ماده بيضاء وهي اكسيد المغنيسيوم، دي ماده بيضاء، وهيتفضل الكربون الاسود هيترسب على جدار الانبوبه. هيترسب فين؟ على جدار الانبوبه. طب لو سالتك وقلت لك ماذا يحدث لو لم يوجد ثاني اكسيد كربون، مفيش ثاني اكسيد الكربون، ايه اللي هيحصل؟ لن تستطيع النباتات الخضراء القيام بعمليه البناء الضوئي.
طب ماذا يحدث لو زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون؟ إيه اللي هيحصل؟ هيؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، وكمان هيؤدي إلى اختناق الكائنات الحية. هو هيؤدي إلى اختناق الكائنات الحية، عشان كده هيموتهم، فبسميه باسم القاتل الصامت. مين القاتل الصامت يا ولاد؟ القاتل الصامت ده هو ثاني أكسيد الكربون. سميناه بإيه؟ سميناه باسم القاتل الصامت. ليه؟ لأننا لا نستطيع رؤيته، ما بشوفوش أو تذوقه أو شمه، ولا بنتذوقه ولا بنشوفه ولا بنشمه، ولكنه سيؤدي إلى اختناق الكائنات الحية. عشان كده أنا سميته باسم الإيه؟ القاتل الصامت. زي ما عرفنا احنا في سنة رابعة ان انت لما بتنفخ في غاز ثاني، بتنفخ ثاني اكسيد كربون في ماء الجير، بيتعكر ماء الجير. تعال نشوف النهاردة يمكن الكشف عن ثاني اكسيد الكربون باستخدام ماء الجير ازاي. انا عندي مية الجير ده اسمها هيدروكسيد كالسيوم. مية الجير اسمها ايه؟ هيدروكسيد كالسيوم. ده مين؟ ده ماء الجير. هحط عليه غاز ثاني اكسيد الكربون اللي انا هنفخ فيه. في الحاله دي هينتج من التفاعل ده حاجه اسمها كربونات كالسيوم، وكربونات الكالسيوم ديت ماده صلبه بيضاء لا تذوب في الماء، عشان كده ميه الجير بتتعكر عند النفخ فيها. يجي يقول لي علل، يتعكر ماء الجير الرائق عند النفخ فيه. ليه؟ اقول له لا، تفاعل ثاني اكسيد الكربون مع هيدروكسيد الكالسيوم اللي هي ميه الجير، وينتج كربونات الكالسيوم، وهي مادة صلبة بيضاء لا تذوب في الماء. طب أنا بستخدم ثاني أكسيد الكربون في إيه؟ إيه هي استخداماته؟ أنا بستخدمه في إطفاء الحرائق. ليه بستخدمه في إطفاء الحرائق؟ لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. إيه كمان؟ أنا بستخدمه في صناعة المياه الغازية. بستخدمه في صناعة مين؟ المياه الغازية اللي هي البيبسي، بتحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون. طب إيه اللي هيحصل لو شربت كمية كبيرة من المياه الغازية؟ هيؤدي إلى هشاشة العظام، وبعد كده هتزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون جوه جسم الإنسان، وهتؤدي إلى الوفاة. المياه الغازية ديت يا أولاد بسميها باسم الأغذية الفارغة. اسمها الأغذية الفارغة ليه؟ علشان هي ما بتحتويش على أي مكون غذائي، ما فيهاش أي مكون غذائي غير حاجة واحدة بس، هي مين؟ هي السكر. يبقى لا يحتوي على أي مكون غذائي غير السكر، لذلك سميناها باسم الأغذية الفارغة. يبقى أنا دلوقتي استخدمت ثاني أكسيد الكربون في إطفاء الحرائق، استخدمته في صناعة المياه الغازية اللي سميناها باسم الأغذية الفارغة، اللي لو شربنا كمية كبيرة منها هيؤدي إلى هشاشة العظام ثم يؤدي إلى الوفاة. إيه كمان؟ بيضاف الخميرة للمخبوزات. أما بنيجي نعمل أي عجين لازم بنحط عليه خميرة. ليه؟ أما بيحدث التخمر هينتج غاز ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون لازمته إيه؟ ده بيتمدد وهيجعل الخبز مسميا مستصاغ الطعم، اقدر ابلعه واقدر اكله واشوف يبقى ليه طعم. يبقى يجي يقول لي ماذا يحدث عند اضافه الخميره الى العجين او الى المخبوزات؟ اقول له هينتج من التخمر غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بيتمدد بفعل الحراره وبيجعل الخبز مسميا مستصاغ الطعم. ايه كمان؟ انا بستخدم غاز ثاني اكسيد الكربون ده في التبريد. ليه بستخدمه في التبريد او ازاي اصلا بستخدمه في التبريد؟ غاز ثاني اكسيد الكربون بعرضه للضغط والتبريد. اول ما اعرضه للضغط والتبريد هيتحول الى سائل، وبعدين السائل ده هبتدي اخفف الضغط من عليه فهينتج ثلج جاف. الثلج الجاف هو اللي بيستخدم في عمليه التبريد. لو جه سألني وقال لي غاز يستخدم في عملية التبريد، يبقى غاز ثاني أكسيد الكربون. لو قال لي مادة تستخدم في التبريد، يبقى الثلج الجاف. طب تعالى نعرف الثلج الجاف. الثلج الجاف هو غاز ثاني أكسيد الكربون، بالضغط والتبريد تحول إلى سائل، وبتخفيف الضغط تحول إلى الثلج الإيه؟ الجاف. يبقى ثاني أكسيد الكربون أنا استخدمته في إطفاء الحرائق، استخدمته في صناعة المياه الغازية، بيضاف إلى الخميرة، تضاف الخميرة إلى المخبوزات لينتج ثاني أكسيد الكربون اللي بيجعل الخبز مسميا مستصاغ الطعم، واستخدمته في التبريد عن طريق الثلج الإيه؟ الثلج الجاف. آخر حاجة أنا استخدمت ثاني أكسيد الكربون في إيه؟ استخدمه النبات في عملية البناء الضوئي. استخدم النبات في عملية الإيه؟ البناء الضوئي. بياخد ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية البناء الضوئي وبينتج عنها غاز الأكسجين.
الأغذية الفارغة هي مين زي ما اتفقنا؟ الأغذية الفارغة هي المشروبات الغازية. ليه؟ لأنها ما بتحتويش على أي مكون غذائي غير السكر، وعرفنا إن أنا بشرب كمية كبيرة هيؤدي إلى هشاشة العظام ثم يؤدي إلى الوفاة. شكرا يا سنة ستة، وقابلكم إن شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله.